كل حال نبدا بقى معاك من يعني الموضوع الاهم دلوقتي، لان ده موضوع الساعه والناس كلها منتظره ايه اللي هيحصل. هنسافر المغرب ولا لا؟ هنقدر ان احنا نسافر بكم كبير ولا لا؟ طب هو النادي الاهلي هيقدر ان هو يساعدنا في فكره هنا برضو البادجت زي ما بيتقال ولا لا؟ خليني اقول لحضراتكم اخر المستجدات، وده استمرارا للحديث عن ملف السفر للمغرب وحضور مباراه الاهلي والوداد. امبارح دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي قال كذا نقطة مهمة، منهم خليني أبدأ مع حضراتكم. فكرة هنا دعم الأهلي للمسافرين هيكون بدون حد أقصى، ودي نقطة كويسة جدا طبعاً. بدون حد أقصى أي بدون عدد محدد بمعنى أصح، يعني أي واحد هيسافر هيتم دعمه ب 3000 جنيه من خزينة النادي، ده وفقا لقرارات المجلس برئاسة طبعا كابتن محمود الخطيب. وكمان الأهلي طلب يعني ده من الاتحاد الافريقي زي ما حضراتكم عارفين من الكاف، في مكاتبه كانت رسميه تقريبا قبل اسبوع ان هو يتم تخصيص نصف ساعه الاستاد اللي هتقام عليه المباراه لجماهير الاهلي طبعا لمسانده الفريق في مباراته المرتقبه. واعتقد ده اكبر رساله بيوجهها النادي الاهلي للجماهير كلها، ان وجودكم امر اساسي، وجودكم شيء داعم بشكل مباشر، وجودكم لا غنى عنه. فلما يبقى في هذا التمسك وهذا يعني زي ما يتقال تذليل العقبات على قد ما النادي يستطيع ان هو يكون جماهيره معاه وبتؤازر الفريق، اعتقد دي رساله كبيره جدا يا كريم، هياش حاجه يعني بسيطه، واعتقد ده شيء محترم جدا طبعا. واكيد وانا اعتقد من وجهه نظري ناس كتير جدا جدا نفسها ان هي تكون موجوده، فان شاء الله ده يتم وده يحصل ونشوف جماهيرنا كلنا بالظبط على ملعبنا. على صحيح فكره صحيح، لا طبعا الموضوع ده في منتهى الاهميه حضرات، ودي اعتبارات كتيره جدا لازم تتاخد في الحسبان. يعني هو قرار ليه ابعاد ثانيه غير الاطار العام الخاص بيه. فكره ان النادي الاهلي هيدعم كل المسافرين بدون حد اقصى امر فعلا محترم جدا ومهم جدا لاكثر من سبب، اولهم ويمكن من اهمهم تقدير النادي ومجلس اداره النادي لقيمه ولاهميه المشجع في دعم الفريق ومؤازره كل اللاعبين، وطبعا بيدل كمان على مدى قوه العلاقه بين الطرفين، بين النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. احنا بنتكلم على تاريخ طويل وعريض من مسانده الجماهير الاهلاويه لفريقهم ودعمهم وسفرهم ورا الفريق في كل مكان في العالم ايا كانت الظروف وايا كانت الملابسات، دعم ومسانده في المره قبل الحلوه كمان. والحقيقه في العشرات ان ما كانش المئات من المواقف اللي كلها بتعبر عن متانه العلاقه ورقيها بين النادي الاهلي وبين جماهيره، بدايه من مؤسسي النادي ورموزه كمان، لما قال كابتن صالح سليم رحمه الله عليه ان الاهلي ملك لمن صنعوه ومن صنعوه هم جماهيره. حتى كابتن محمود الخطيب برضه كان حريص جدا ان هو يخصص درع خاص يوضع في دولاب البطولات باسم جماهير النادي الاهلي العظيمه، وده واحد من مجموعه من الاسرار اللي كلها بتفسر الى حد ما نجاح المنظومه دي، التكامل اللي موجود في النادي الاهلي والرقي والعلاقه السويه والصحيه اللي بين الطرفين النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي.